أهلا بكم في ترند. لأنكم غاليين علينا تطعيمكم بيوصل لمكانكم. وزارة الصحة بدأت بتقديم خدمة نوعية تعد الأولى في المنطقة، وذلك عبر تدشين وحدات متنقلة لإعطاء التطعيم المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 للراغبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يصعب عليهم التنقل، وذلك في إطار الجهود الرامية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. لمكافحة المعلومات المضللة عن لقاحات كوفيد-19 أنشأت مبادرة جوجل نيوز صندوق عالمي يصل حجمه إلى 3 ملايين دولار. وقالت مبادرة جوجل في تدوينة أن الصندوق المفتوح لمكافحة المعلومات المضللة عن لقاحات كوفيد-19 يدعم الجهود الصحفية للتحقق بشكل فعال من المعلومات المضللة عن عملية التطعيم ضد كوفيد-19، وسيقبل الصندوق المشروعات الساعية إلى توسيع قاعدة تدقيق المعلومات خاصة للمجموعات اللي تتعرض للمعلومات المضللة، وسيفحص فريق مكون من 14 محكم من القطاعات الأكاديمية والإعلامية والطبية وغير الربحية وممثلون لمنظمة الصحة العالمية الطلبات المتقدمة في الصندوق. حماية لوالدتها المسنة من فيروس كورونا، قامت ممرضة بريطانية بعزل نفسها في سيارة كارافان لمدة 9 أشهر أثناء استمرارها في العمل. البداية كانت عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار. قررت الممرضة سارة لينك وزوجها شراء كارافان مقابل 600 جنيه استرليني، معتقدين أنهم لن يكون أو أنه لن يكون سوى حل مؤقت ويمكن أن يمتد لأسابيع فقط، لكنهم ما توقعوا أبداً أنه سيقيمون هناك لمدة 9 أشهر. سارة عادت إلى العيش في المنزل الآن بعد أن تلقت والدتها اللقاح. مفتاح غرفة كانت لنابليون بونابرت في منزل أمضى في سنواته الأخيرة في الجزيرة التي نفي فيها معروض للبيع في مزاد، وسيتم بيعه لمن يدفع أكثر. المفتاح طوله 13 سنتيمتر، تم العثور عليه داخل ظرف وجد في صندوق بمنزل في اسكتلندا تسكنه إحدى الأسر، ويقال بأن المفتاح كان قد تم سحبه من الباب قبل 100 عام من قبل جندي بريطاني توارثته العائلة إلى أن تم عرضه في المزاد. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، وقبل لا أودعكم أدعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. في أمان الله.